بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et nous voilà sur la deuxième partie. Comment Pierre est arrivé en retard. إذا نحن في الجزء الثاني لي Comment Pierre est arrivé en retard. كيف أن Pierre يصل متأخرا كما رأينا فيما سبق. نبحث تو دابور سي مو. إذا نأخذ أولا هذه الكلمات. Ils étaient partis. إذا هم انطلقوا. Ils étaient partis. إذا هم انطلقوا كما تنشوفوا بأن الفير بارتير كما قلنا في غير ما مرة نتكلم عن فعل انطلق نقول بأن الطائرة انطلقت إذا هي التي انطلقت بنفسها مثلا نقول بأن الشخص انطلق إذا هو الذي انطلق بنفسه إذا الفعل كما قلنا بأنه يصرف مع إتر إذا هنا كما تلاحظوا عندنا البارتيسيباسي لفير بارتير مصرف مع إتر ولكن إتر فاش مصرف طبعا إتر مصرف في فلام بارفي اتر مصرف فلام بارفي وبالتالي غيولي عندنا هنا لو بلوس كو بارفي دو فيرب بارتير طبعا لو بلوس كو بارفي هو واحد الزمان في الماضي تيسبق واحد الزمان ماضي اخر تيسبق مثلا لام بارفي يمكن تكون عندنا واحد لاكسيون واحد الفعل حدث في الماضي نعبر عنه بفعل كلامي ياتي قبله فعل اخر نعبر عنه ب لو بلوس كو بارفي كما تعرفوا بان لامبارفي عنده لا تيرمينيزون ديالو لامبارفي عنده لا تيرمينيزون ديالو يعني خاصنا نكونوا عارفنا اذا تي بارتي اذا هم انطلقوا il se dépêchait عندنا هنا لو فيرب سو ديبيشي اذا فعل اسرع فعل اسرع كما نقول حتى هو مصرف لامبارفي حتى هو مصرف لامبارفي il se dépêchait هم مثلا كانوا يسرعون هم كانوا يسرعون ثم توتاكو فجأة توتا توتا هنا عندنا إيلزي إيلزيتي بارتي إذن هم انطلقوا توتاكو فجأة لوبيسون إذا نتكلم على الأدغال أو الدغل تنتكلم على واحد المجموعة ديال النباتات البرية أن تجتمع في مكان ما وتشكل ما نسميه أدغال أو دغل لوبيسون نقول عنه لو بويسون لو بويسون ثم عندنا اوبليون اوبليون هذا سي لو بارتيسيب بريزون دو فيرب اوبليي هذا لو بارتيسيب بريزون الخاص بفعل اوبليي فعل نسيه اذن اوبليون نتحدث هنا عن لو بارتيسيب بريزون ولا نتحدث عن لو بارتيسيب باسي طبعا لو بارتيسيب باسي هو بحال هذا الفعل تيكون عنده واحد لا فورم نضعها بعد لوكسيليير للحصول على زمان مركب ما هنا ما تنتكلموش على زمان تنتكلموا هنا لواحد الصيغه ديال الفعل مثلا اوبليون ناسيا مارشون ماشيا مونجون اكلا الى غير ذلك اذا هنا اوبليون ناسيا سانك او سي مورسو خمسه او ست ستة أجزاء خمسة أو ستة قطع مثلا إذا خمسة أو ستة أجزاء أو خمسة أو ستة قطع كما سنرى في النص ثم عندنا إيكورشي إيكورشي هذا سي لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب إيكورشي فعل صلاخة أو نزع الجلد أو نزع الجلد عندما نتكلم عن إيكورشي بهذا الشكل إذن كما نقول منزوع الجلد أو مسلوخ ثم عندنا لوطون لوطون الوقت لوطون الوقت أو الزمن ثم عندنا لاغب لاغب نتكلم عن العشب لاغب ثم لا بيسيكليت لا بيسيكليت إذا نتكلم عن الدراجة الهوائية سور سيلا سور سيلا على هذه الأخيرة أو فوق هذه الأخيرة إلى غير ذلك cette fois cette fois هذه المرة cette fois هذه المرة ثم عندنا les freins إذا نتكلم عن المكابح تنتكلم عن الفرانات les freins المكابح إلى غير ذلك إذا عندنا هنا un jour Dick et Pierre étaient partis de bonne heure et ne se dépêchaient pas la petite voiture roulait doucement sur le chemin au milieu d'un petit bois. Et d'un jour, ou d'un théomine,
كما نقول هنا يوم، ولكن المقصود هنا ذات يوم أو في أحد الأيام إلى غير ذلك. أن جور ديك إي بيير، كما نرويو سور ليماج ديك إي بيير إيتي بارتي، إيتي بارتي أنهم انطلقوا، أنهم انطلقوا دو بونور باكرا، أنهما انطلقا باكرا. إذا ديك إي بيير إيتي بارتي أنهما انطلقا دو بونور باكرا. إل نو سو ديبيشي با، إذا هما لم يكونوا يسرعان. إل نو سو ديبيشي با، إذا هم لم يكونوا يسرعون، أو هما كما عندنا هنا لم يكونا يسرعان. لا بوتيت فواتور، لا بوتيت فواتور، إذا السيارة الصغيرة. غولي، غولي دوسمون، دوسمون، إذا العربة الصغيرة غولي أن كانت تسير دوسمون ببطء، كانت تسير ببطء. مادام أن ديك إي بيير إيتي بارتي دو بونور، أنهما انطلقا باكرا، إذا فلا داعي للسرعة. لا بوتيت فواتور غولي دوسمون سوغ لو شومان، على الطريق. إذا العربة الصغيرة كانت تسير ببطء على الطريق. لا بوتيت فواتور غولي دوسمون سوغ لو شومان أو ميليو دان بوتي بوا، أو ميليو دان بوتي بوا. طبعا لو بوا عادة المقصود به الخشب أو الحطب، ولكن هنا المقصود به الغابة. أو ميليو دان بوتي بوا، في وسط غابة صغيرة. طبعا لو بوا أيضا يقصد به الغابة. أو ميليو دان بوتي بوا، وسط غابة صغيرة. إذن أن جور ديك إي بيير إيتي بارتي دو بونور، إل نو سو ديبيشي با، لا بوتيت فواتور رولي دوسمون سور لو شومان أو ميليو دان بوتي بوا. إذا طبعا كما تلاحظوا هنا بأن الأفعال هي إما أن مصرفة في لو بليسكو بارفي كما عندنا هنا لو فيرب بارتير، هي إما أن مصرفة في لامبارفي كما عندنا هنا بحال اللي عندنا هنا غولي. إذا كما تنشوفوا هنا ديك إي بيير إيتي بارتي، أنهما أولا في الماضي انطلقا، هذا على صرفنا لو فيرب بارتير لو بليسكو بارفي كما ذكرنا قبل قليل، الزمان اللي تيجي في الماضي قبل ماضي آخر. إذا هذا الحدث أنه حدث في الماضي، نتكلم عن الانطلاق. إذا ديك إي بيير إيتي بارتي، إذا ديك و بيير أنهما في الماضي أولا انطلقا باكرا دو بونور، ثم بعد هذا إل نو سو ديبيشي با، ثم بعد هذا لم يكونا يسرعان. أيضا بعد هذا لا بوتيت فواتور غولي دوسمون، يعني أن السيارة الصغيرة كانت تسير دوسمون ببطء دوسمون. طبعا لو فيرب غولي، لو فيرب غولي تكون مرتبط بالوسائل اللي عندها عجلة بحال العربة بحال السيارة بحال الدراجة إلى غير ذلك. لا بوتيت فواتور، إذا العربة الصغيرة غولي دوسمون كانت تسير ببطء سور لو شومان على الطريق أو ميليو دان بوتي بوا، وسط غابة صغيرة. تو تاكو، فوالا ان بوتي لابان كي سور دان بويسون اي كي ترافيرس لا روت جوست دوفون لو ني دو ديك. اوسيتو لو شيا سو مي ا كورير ابخي لو لابان اوبليون لا فواتور لو ماتر ليكول. تو تاكو، وفجأة، فوالا ان بوتي لابان، فوالا ان بوتي لابان، ها هو ارنب صغير، فوالا ان بوتي لابان كي سور دان بويسون الذي خرج من دولين اي كي ترافيرس لا روت، والذي يعبر الطريق. اي كي ترافيرس لا روت، والذي يعبر الطريق. جوست دوفون لو ني دو ديك، بالضبط امام دوفون، امام لو ني دو ديك، امام انفي ديك. نتحدث هنا على الارنب انه خرج من الدغل ليعبر الطريق بالقرب من انفي ديك. إذن هنا عندنا جيست دوفون، كما نقول بالضبط أمام. لوني دو ديك، أنفا ديك، الأرنب كأنه يقول لديك اتبعني، لم يخرج بعيدا مثلا عن ديك فيعجز ديك عن ملاحقته، على العكس
هو يخرج أمام أنف ديك وكأنه يقول لديك اتبعني. إذن توتاكو هو أن بيتي لاباكي سور دان بويسون. إذن وفجأة ها هو أرنب صغير كي سور دان بويسون الذي يخرج من دوغلين. طبعا هنا عندنا لو فيرب سورتيغ. إذن نقول مثلا جو سور تي سور إل سور نو سورتون فو سورتي إل سورت إل سورت. هذا الصرف فعل سورتيغ كما تلاحظوا بأنه فعل تنتمي للمجموعة الثالثة وخا عندو إيغ وخا عندو إيغ لأنه في البريزون في الحاضر نقول نو سورتون ولا نقول مثلا نو سورتيسون. ما تنسمعوش الدوزيس ما تنسمعوش دوزيس. باش ينتمي الفعل للمجموعة الثانية خاص تكون عندو إيغ على فا طبعا في الانفينيتيف ثم أننا نسمعو هذيك دوزيس ثم نسمعو دوزيس مع الصرف طبعا في البريزون مثلا مع نو ومع فو إلى غير ذلك. إذن توتاكو فوالا أن بوتي لابان كي سور دان بويسون وفجأة ها هو أرنب صغير كي سور دان بويسون الذي يخرج من دوغلين إي كي ترافيرس لا روت. طبعا هنا عندنا لو فيرب ترافيرسي. لو فيرب ترافيرسي يعني فعل عبرة أنك تتعبر من جانب إلى جانب آخر. كي ترافيرس لا روت الذي يعبر الطريق. جوست دوفون لوني دو ديك. جوست دوفون لوني دو ديك كما نقول بالضبط أمام أنف ديك. أوسيتو وفي الحال أو كما نقول فورا لو شيا سومي أكوغيغ أبخي لو لابان. وعلى الفور لو شيا سومي أكوغيغ الكلب بدأ في الجري أبخي لو لابان خلف الأرنب. أوبليون لا فواتور لو ماتخ ليكول ناسيا العرب وناسيا السيد لو بوتي ماتخ السيد الصغير الذي خلفه والذي عليه أن يطيعه ليكول ثم متناسيا المدرسة. إذا الكلب عندما رأى الأرنب نسي كل هذه الأمور نسي بأنه يجر عربة نسي أن يسمع لسيده ونسي المدرسة التي على سيده أن يصلها مبكرا نسي كل هذه الأمور. إذن عندنا هنا سومي أكوغيغ سومي أكوغيغ. إذن بدأ في الجري. إذن عندنا هنا سوميتخ أ سوميتخ أ بدأ في أو أخذ في. جو مومي أمانجي أنا أخذت في الأكل. جو مومي أمانجي أنا أخذت في الأكل. مثلا إل سوميا كخيي هي بدأت في الصراخ. إذا نتكلم عن سوميتخ أ. أما لو فيرب ماتخ هذا تعني فيها الوضع. هنا ما عندناش لو فيرب ماتخ بعدو عندنا هنا صيغة عندنا سوميتخ أ سوميتخ أ ثم يأتي بعدها فعل طبعا. وهذا الفعل تيكون أن انفينيتيف. علاش؟ لأنه تيكون مسبوق بهاد أ. هاد أ هذه ماشي ديال أفواغ هذه سي اون بريبوزيسيون هذا حرف. هذا إذن تتكون عندنا الصيغة هي سوميتخ أ ثم يأتي بعدها الفعل أن انفينيتيف ما تتصرفش. إذن كما قلنا أوسيتو لو شي سومي أكوغيغ أبخي لو لابان أوبليون لا فواتور لو ماتخ ليكول. هل بيير هنا سيبقى يتفرج؟ طبعا بيير أخذ يصرخ يقول ماذا؟ أغي توا ديك أغي توا لوي كخي بيير مي ديك نو ليكوت با إيل كور إيل كور بوغ أتخابي لو لابان لا فواتور بيت كونتخ أن أربغ سو رونفارس إي سو كاس أون سانك أو سي مورسو إي سو كاس أون سانك أو سي مورسو. أغي توا ديك أغي توا توقف يا ديك توقف أغي توا ديك أغي توا. هنا عندنا الفيرب ساغيطي عندنا الفيرب ساغيطي. إذن يكون الأمر أغي توا أغي توا توقف أغي توا ديك أغي توا توقف. لوي كخي بيير يصرخ له بيير مي ديك نو ليكوت با مي ديك نو ليكوت با ولكن ديك نو ليكوت با لا يسمعه نو ليكوت با لا يسمعه. المقصود هنا ميديك نيكوت با بيير ميديك نيكوت با بيير ولكن ديك لا يسمع بيير. إيل كور إذن هو يجري. طبعا هنا عندنا لافيرب كوغيغ أو بريزون. إيل كور إيل كور بوغ أتخابي لو لابان.
إذن هو يجري، هو يجري ليقبض على الأرنب، كما نقول هنا ليقبض الأرنب. Il court pour attraper le lapin. إذن هو يجري ليقبض على الأرنب، كما تلاحظون بأن attraper على الانفينيتيف أنه في حالة عدم صرف. لماذا؟ لأنه يأتي بعد بوغ. إذن كل الأفعال التي تأتي بعد بوغ أو تأتي بعد عد أ أو تأتي مباشرة بعد فعل آخر أو تأتي بعد دو، إذن هذه الأفعال أنها لا تصرف. مي ديك نو ليكوت با، ولكن ديك لا يسمعه. إيل كور بوغ أتخابي لو لابان، إذن هو يجري ليلحق بالأرنب. إذن هو يجري ليقبض على الأرنب. طبعا لو فيرب أتخابي فعل قبض على. لا فواتير بيت كونتخ أن أرفغ سو رونفيرس إي سو كاس أون سانك أو سي مورسو. إذن لا فواتير بيت، طبعا لو فيرب بيتي ممكن أنه يأتي في عدة معاني. لو فيرب بيتي ممكن أنه يعني سند أو دعم، ممكن أنه يعني أيضا اتكأ على، ممكن أنه يعني عرقل، وممكن أنه يعني اصطدم كما عندنا هنا. لا فواتير بيت كونتر أن أرفغ، إذن السيارة اصطدمت كونتر أن أرفغ ضد شجرة، يعني أنها اصطدمت مع شجرة. سو رونفيرس أنها انقلبت. إي سو كاس أون سانك أو سي مورسو. إي سو كاس أون سانك أو سي مورسو، ثم أنها تتكسر أون سانك إلى خمسة أو سي مورسو أو ستة قطع. إذا السيارة أولا ارتطمت بشجرة سو رونفيرس، ثم أنها انقلبت. إي سو كاس أون سانك أو سي مورسو، ثم أنها تتكسر. هنا عندنا فعل تكسر سو كاسي، ما عندناش كاسي. كاسي أنك أنت تكسر شيئا، الذي يقوم بالفعل هو الذي يكسر شيئا آخر، لكن هنا نتكلم عن شيء أنه تكسر. إي سو كاس أون سانك أو سي مورسو، ثم أنها تتكسر إلى خمسة أو ستة قطع. بيير سو غوتخوف باغ تيغ، بيير سو غوتخوف باغ تيغ لي ما إي لي جونو إيكورشي. Pendant ce temps-là, Dick continue sa chasse et court derrière son lapin. Eden, Pierre se retrouve par terre. Eden, Pierre, Yajidou Nefsao, se retrouve. Nadna, le verbe se retrouver, Yajidou Nefsao. Madna, chena, Eden, le verbe trouver. Yali, Bidounetse. Fait le hala, le verbe trouver, Annakat, Yajidou, chez un acher. Voilà qui nous a, Pierre, Yajidou Nefsao. En défaut de ce. Pierre se retrouve par terre. إذن بيير يجد نفسه على الأرض بعدما انقلبت عربته. لي ما إلي جونو إيكورشي، لي ما إلي جونو إيكورشي. طبعا ذكرنا بأن الفيرب إيكورشي يعني نزع الجلد أو الصلاخة، ولكن هنا نتكلم عن لي ما إلي جونو، نتكلم عن اليدين ثم الركبتين إيكورشي. إيكورشي كما نقول أن مسلوخة. إذن مع الارتطام عندما انقلبت العربة، طبعا ارتطمت ركبتي ويدي بيير بالأرض فانسلخ الجلد منها. إذن لما إلي جونو إيكورشي، إذن اليدين والركبتين مسلوختين كما نقول، أنها نزع عنها الجلد. بيير سو تروف باغ تيغ لي ما إلي جونو إيكورشي. بوندو سو طون لا، أثناء هذا الوقت، إذا عندما وجد نفسه بيير يعيش هاد اللحظات، ديك كونتيني سا شاس إي كور ديغيير سون لابان. إذا ديك أنه استمر، ديك كونتيني. طبعا هنا عندنا لو فيرب كونتيني أو بريزون، طبعا إذا ديك أنه يستمر سا شاس في صيده، كما نقول هنا بأن ديك يكمل صيده. دي كونتيني سا شاس، دي كونتيني سا شاس، إذا ديك أنه يكمل صيده، المقصود أنه يستأنف صيده. إي كور ديغيير سون لابان، ثم يجري وراء، ديغيير وراء أو خلف، ديغيير وراء أو خلف سون لابان.
كما نقول أرنبي خلف أرنبي. إذن طبعا حتى لا نطيل نستأنف فقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.